قبل أن ننتقل إلى الفقرات القادمة، معنا مكالمة مهمة من الكابتن عمرو جمال، نتعرف على ما انتهت إليه الأمور، لأن الحقيقة عمرو جمال طلع عيني على مدى 15 يوم اللي فاتوا. حسمتها النهاردة؟ ها؟ حسمتها النهاردة؟ ما هو دلوقتي هيقول لنا أخباره إيه بقى؟ أرجو إنها تكون اتحسمت بإذن الله يا كابتن عمرو. كابتن تعالي الكابتن طبعا كابتن عدلي، معلش طبعا على الفتره اللي فاتت، وطبعا تحياتي للاستاذ ابراهيم. طبعا اهلا بيك يا كابتن عمرو، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. رست علي يا عمرو بقى اخيرا؟ لا خلاص يا كابتن، زي ما انت عايز، اللي انت عايزه مشيته. طب قول لي، بيني انا وانت، بيني انا وانت، قول لي استقريت على ايه كده؟ لا خلاص طبعا يا كابتن، احنا النهارده ماضينا خلاص نادي هلسنكي، مش كده؟ اه هلسنكي، هلسنكي في فنلندا، بطل فنلندا. هو طبعا الحمد لله خلاص النهارده حصل ان احنا فسخنا العقد بالتراضي مع نادي بيدفست، بيدفست جنوب افريقيا. وخلاص يعني ده فتره جديده ان شاء الله. انا هسافر بكره الصبح باذن الله، عشان بكره في الاختبار الطبي هناك ان شاء الله. طبعا انا هروح لغايه اخر شهر 7، وهرجع النادي الاهلي طبعا من اول شهر 8 باذن الله، هيبقى موقفي موجود في النادي الاهلي. يعني كان لازم الدوخه امر في الاخر وافقوا. يعني احنا انت طبعا انت كنت رافض ان انا اروح لغايه شهر 10، لان ده كان هيضيع عليه الموسم بالظبط شهرين، لكن في الاخر الناس يعني لبت طلب النادي الاهلي. وانا طبعا لازم النهارده برضه اشكرك طبعا يا كابتن، واشكر النادي الاهلي في رئاسه طبعا كابتن محمود خطيب، لان انا هرجع كمان متاخر، لان كانت عودتي المفروض تبقى في يونيو، لكن انا لا هرجع في اول 8، ففي شهرين زياده. والنادي الاهلي ما طلبش اي لكن النادي الاهلي كان الاهم ليه ان انا موجود واروح والعب، ويبقى في احتكاك جديد، ويعتبر كمان احتكاك اوروبي قبل كاس العالم، وعشان طبعا حرصهم ان انا ابقى موجود في كاس العالم، دي حاجه لازم اشكر فيها كل الناس في النادي الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب، والبشمهندس عدلي، وكابتن زيزو طبعا، عبد الله الشافي طبعا، وكابتن سيد طبعا، وكابتن حسام. فانا دي حاجه شاكرها للنادي. وطبعا انت عارف ان انا جددت للنادي، او يعني ليا يومين جددت على النادي، جددت عقدي مع النادي كمان موسمين جايين طبعا. يعني الحمد لله، يعني النادي الاهلي عامل معايا حاجات الفتره اللي فاتت دي، فبصراحه يعني مش غريبه على النادي الاهلي يعني. وده تحدي جديد ليا، لان انا الفتره اللي فاتت اتعرضت لحاجات ناس كتير مش فاهماها، لكن انت من الناس اللي فاهماها. لكن انا في تحدي جديد، ولازم الفتره الجايه ان انا اشد حيلي واتعب اكتر في الملعب، واقدم مستوى، لازم ارجع للمستوى اللي انا كنت فيه من فتره، عشان طبعا المنتخب انت عارف ان هو هدف اكبر في كاس العالم، وربنا يكرم ان شاء الله يا كابتن. يعني قدامي فتره صعبه ولازم اكون قدها يعني. مشكلين، وكل الامنيات ليك يا كابتن، ونتمنى نشوفك هداف الفترة القادمة في فنلندا. ولكن الناس عايزة تعرف لماذا هلسنكي في فنلندا، لأنه اللي باب القيد فيها ما زال مفتوحا، هي بيسموها ايه المنطقة دي؟ يعني انا كان واحد، انا في اواخر واحد بعد ما المشكلة، يعني كان عندي مشكلة مع النادي هناك في جنوب افريقيا وبتاع، فانا كلمت طبعا النادي، وكان الوقت زنق في شهر واحد، فما كانش قدامي غير سكندنافيا، يعني اللي هم دول شمال اوروبا، اللي هم النرويج، روسيا، السويد، فنلندا. فهو النادي هناك هو يعني كان فيه اهتمام من عنده، وما كانش قدامي اوبشن الا المنطقه دي، لان الوقت كمان، وهم بالذات فنلندا بالذات الوقت معاهم لغايه اول 4، لسه معاهم اسبوع كمان في القيد يعني. فالحمد لله يعني كانت الناس جت في وقت مناسب، والنادي الاهلي كمان هتستحمل البرد الجامد اللي هناك يا عمرو. انا شايفك يعني لابس لي تيشيرت وعمال تتمخطر يعني. يا كابتن انا في جاكيت كنت شايفه معاك اخر مره، عجبني، فده ممكن يخلينا نستحمل، فانت بقى دي حاجه ترجع لك. عمرو، تجربتك مع بيدفست كانت غريبه، يمكن من مش كتير اللاعيبه المصريين اللي بتحترف في جنوب افريقيا. واجهت صعوبات، بس مؤكد ان انت استفدت من التجربه. لا انا استفدت طبعا يا كابتن، انا كان الموضوع غريب بالنسبه لناس كتير، لكن انا لما رحت يعني لقيت ان هناك الدوري كويس والملاعب كويسه، بس ده مش كل، والدوري كويس نفس الدوري قوي، بس طلع ده مش كل حاجه يعني.
يمكن بس التفكير صعب شويه لان انا برضو جاي من النادي الاهلي فاهم. انا متعود ان انا ان انا ان انا اكسب كل ماتش، وانا متعود مش متعود على خساره كتير، وكمان الحته دي كانت برضو مأثره معايا في حته المنتخب كمان. وانا كان غرضي الاولاني والاول والاخير لما طلعت من النادي الاهلي ان انا كنت عايز العب فتره كبيره على بعض في، وهنا كانت الاختلاف مع الناس يعني هناك. الناس شافوا ان انا كنت بزعل بعد الماتشات وده مش مناسب، واتكلمنا يعني وانا قلت لهم ان الكلام ده هيأذيني في عودتي للنادي الاهلي او في المنتخب يعني. فهم تقبلوا ده، وبعد كده يمكن المدرب بس كان ما خدهاش بصدر، راحت شويه وبعدني في حته الماتشات. اتكلمت معاه قلت له انا ممكن كان انا بتكلم معاك انا بعد كده يعني لو في حاجات في اوروبا او حاجه جات لي انا 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 بس انا بشوف الامكانيه ايه. لكن هو ما خدهاش بصدر رحم معايا زي ما النادي الاهلي خدها بصدر رحم يعني. انا قلت له انا احسن انا بلعب في احسن نادي في افريقيا، ولما جيت صرحت لهم وكانوا عارفين ان انا كانت رغبتي ان انا اطلع واجرب الاعاره والعب سنه كامله عشان كاس العالم وكده. النادي الاهلي كنت بلعب بالفعل يعني، النادي الاهلي كان عارف رغبتي عامله ازاي، لكن النادي الاهلي عشان التفكير كان فيه احترافي كان هم لعبت نهائي الكاس، لعبت ربع النهائي، لعبت دوري المجموعات، لعبت كل الماتشات، لعبت اخر ماتشات في الدوري. فهنا كان الاختلاف مع الراجل، كان وجهه نظري ان انا لما شاف ان انا عرضت عليه الفكره شاف ان انا تفكيري مش هيبقى مع الفرقه وانا تفكيري فردي. فهو ده كانت وجهه نظره يعني. في الاول وفي الاخير يعني الناس كانت تجربه مفيده ليا، وانا يعني الناس هناك يعني برضو في الاخر يعني لما عملنا كل حاجه خلصت بالتراضي وما كانش في مشكله. وبرضو النادي الاهلي برضو يعني عمل دور كبير ان برضو ان هو جدد لي عندي، وان انا كمان ما ابداش اي مشاكل ان انا اكمل ومن غير يعني ما ياخدش اي مقابل مادي في الشهرين الزياده. فدي كانت حاجه كبيره تحسب للنادي الاهلي ودايما بتحسب له يعني. حصلت معايا قبل كده لما اتصبت، وانا ابني من ابناء النادي. انت عارف انا جددت معاك على بياض، ولا اتكلمت معايا في حاجه ولا اتكلمت معاك في حاجه، انا يا دوب اديتني العقود ومضيت ومشيت روحت البيت على طول يعني. فدي حاجه ما هو اللي بيقدم السبت بنقدم له الحد برضه يا عبد. بالظبط يا كابتن يعني انت عارف يعني. لا وانا ما شفتش السبت منك من النهارده، لا انا ليا بالظبط 7 سنين بالظبط، لا داخل على 11 سنه في النادي الاهلي. فانا ما انا عارف ايه اللي خلاص يعني، اتربيت في استراحه النادي الاهلي في شباب النادي الاهلي، فعرفت كل حاجه يعني. ان انا انت قدمت لي السبت قبل كده لما كنت مصاب وانا في عز ضعفي يعني. فالنهارده برضه وانا برضه بيحصل مواقف وهي موقف النادي الاهلي معايا ثابت. فانا ما لا انا بس كمان يعني الفتره الجايه هتبقى امل ان انا اقف على رجلي اكتر واروح كاس العالم، ويبقى الاول والاخير برضه مهما كان احتراف اوروبا ايه هيبقى العوده النادي الاهلي برضه هتبقى هي الهدف الاولاني والاساسي ليا ان شاء الله. كنت على اتصال بمستر كوبر والجهاز الفني للمنتخب في الفتره اللي فاتت يا عمرو؟ هم كانوا بصراحه متابعين الموقف وما كانوش مبسوطين طبعا، لان احنا في فتره حرجه وفي فتره حاسمه جدا. فهم كانوا كمان يعني كانوا قالوا لي وجهه نظرهم ان انا الاحسن بدل ما الموضوع وصل كده ان انا يعني المكان. ولما عرفوا ان انا جات لي حاجه كويسه شجعوني طبعا وقالوا لي لازم تروح وتلعب وتحط رجلك في الملعب، لان في الاول في الاخر لازم لما نيجي نختار احسن 3 فراوده يبقوا موجودين معانا في اخر فتره، لازم تبقى موجود، لازم تبقى من احسن 3 فراوده اللي احنا نختارهم يعني. لان دي منافسه، ودي ده كلام انا بحترمه في مستر كوبر جدا. فانا ما عنديش اي مشكله، بالتوفيق لهم في الماتشين الجايين. وانا كمان انت عارف ان انا ليا اسبوع في يعني اكثر من اسبوع هنا في مصر يعني بعيد عن التمرين شويه. ففعلا يعني الراجل كمان لو كان خدني في الفتره دي وانا بعيد عن التمرين حتى وانا مش مستقر مكان، انا اظن ان هو كان القرار الامثل ليه والقرار الصحيح. صحيح. وان شاء الله باذن الله المعسكر الجاي ابقى واقف على رجلي وبلعب وعمال. بص يا عمرو. باذن الله يعني. بص يا عمرو. اتفضل يا جدع. انا مش هنصحك قوي، لكن اذكرك بشيء ينطوي في النصيحه جواه. اتفضل. انت وانت تحت السن كان فاضل لك اخر سنه، كنت قلقان انك ما تصعدتش كابتن عدلي، ما تطلعني اعاره عشان ابقى هداف الدوري. على الطياره كنا راجعين. حصل. عشان ما كانش لسه اتصاعد. هو جالي مكتبي وقال لي انا عايز اطلع اعاره عشان ابقى هداف. كان عايز يروح الانتاج الحربي عشان ابقى هداف الدوري وارجع سنه جايه على الفرسين في النادي الاهلي. حاولت ان انا اطلعه بس لقيت انه مش هيطلع بالشكل اللي يحقق له طموحاته. فقلت له اسمع يا ابني انت بتتلامض وفاتح لي، ما كنتش اعرف لسه يعني الشباب لسه لا الاراده اللي جواه شكلها ايه. قلت له انت واثق انك هتبقى هداف الدوري؟ قلت له ما تبقى هداف الدوري في ال20 سنه قبل اخر سنه هتتصعد، وقد كان. صح حصل. وتصعد وما نزلش من يوم ما اتصعد. عايز انا ليه بذكرك بدي؟
لان هو نفس الموقف، بس النهارده المستوى من الناشئين الى الفريق الاول النادي الاهلي بقى الفريق هلسنكي الى منتخب مصر. صحيح وترجع النادي الاهلي عشان انا بادي الفتره دي فعلا باذن الله كل التوفيق، لكن كل البنود الثانيه الحمد لله ما فيهاش مشاكل، التامين المش عارف ايه المبالغ متفق عليها كل اللي انت قلته صح. ماشي احنا كله في الاول وفي الاخر برضه الاهلي وقف كابتن. لا 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 كابتن زيزو كان معانا الحقيقه كلمه بكلمه الحقيقه والله وكتف بكتف والتناغم اللي في النادي الاهلي ده كان شيء جميل جدا. ما فيش مشاكل، انا من اول يوم كلمت كابتن زيزو كان زعلان جدا، كان يقول لنا انا ازعل لو الموقف كوره وانت مش في مستواك، لكن انت يا ابني ماشي كويس وانتوا كلكم يعني، قال لي انت ماشي كويس ايه اللي حصل، ففهمته قال لي ده يعني دي حاجه خارجه عن اراده الكوره وساعات بتحصل في الكوره، ما احنا هنحاول نساعدك وانت حاول تساعدك نفسك ان انت تبقى واقف على رجلك، وده اللي انا هعمله الفتره الكوره في ملعبك يا عم عمرو. صحيح دي حقيقه. يبقى صعيد في فنلندا يا عمرو بقى. يلا ماشي يا كابتن. ماشي يا كابتن بلديه بالتوفيق ان شاء الله للكابتن.